ايه صفوان؟ شو بدي اعمل لها؟ صايرة عنيدة وشفصة، ما قدرت الحق على المطار، خفت، خفت اعمل لي شي عملي اندم علي طول حياتي. صفوان بصراحة بتحبها؟ كل مشكلة بقول انتهى الموضوع، بس ما بعرف شو بصير لو بتغيب عني اسبوع. اشتاق لها. صفوان لازم تتركها. ما بقدر، ما في خيار، بس لازم تعرف انه خيانة واحد مثلي صعب كتير. طيب شو رح تعمل؟ ممكن اقتلها. لا اضحك، عن جد ممكن اقتلها. امشي امشي يلا. شو كأنك اخذني على السينما؟ تماما. اي بس شايفينه هدول؟ اي انا حبيبي بعرف انه شايفينه، بس بحب اشوف الشاشة هيك ولو لخمس دقايق. بالضبط هيك عم يصير فيني، عم بشتاق لدرجة اني بحب اشوفه ولو لخمس دقايق. يا شرف. خيو بدنا نسخة طبل أصل عن هدول الصور، هاي صور سبابي تصرف. وليش بدك اياهم طبل أصل؟ يعني بشرفك نحن نفهم أكثر من أوروبا. اه بعدين عمل لي إعلان أنت بدون ولا غنية، وين الغنية؟ وين الرقص؟ وين الفرفشة لخيو؟ إعلان عن أحذية وبدك غنية ورقص وفاش، شلون زبطت معك هاي؟ بتزبط معي، هلأ ما في شي بمشي إذا ما غنينا له، الإعلام إذا ما غنينا له ما بمشي. حبيبي اسمه الإعلان، إعلان، بعدين أنا ما بقلد حدا، وما بيدخل بمخي إعلان عن أحذية حط لك فيه غنية. إيش قالوا لك خيو نحن ما بنفهم بالإعلام؟ إعلان. إعلام. تعال معي شوي. إيش في؟ تعال معي يا أخي، تعال، تعال. شو شبكوا؟ ما في شيء، أبو البيس عم يتفق مع شركة سيارات عالمية، بده يعمل لها إعلام، ومختلفين على 3-4 مليون دولار. بس هذا اخصائي، يعني مو زعبرجي حتى تعلمه شلون يعمل لك اعلان. ايش اقول لك؟ كان احنا زعبرجي لك بخالتي، بعدين ايش عملنا له؟ قلنا له ايش طلبنا؟ العمى شدوا معه، ايش النفسيات الحامضه؟ العمى مثل ما عم بقول لك، اتركه يشتغل على كيفه وانا بضمن النتيجه. تعال معي. اخي شوفني بتلاقيه مناسب. بدنا بروشورات وإعلان تلفزيوني. حلو كتير، هاتوا هالعقد لنشوف. توكلوا على الله، مثل ما بده ابن خالتي. أنا بدي 250 ألف. أبو إيش عم اشتري منك باخرة لخيو؟ إيه عمو، أهلا وسهلا، طمني شو صار معك؟ مشان المصاري بحول لك ياهم فورا. حكيت مع أيهم وجماعة جاهزين. بكرة بكرة خلص. مع السلامة. لا خود المصاري وخلصنا بقى. بصراحة ندمت يا فارس. بسيطة وبالبيس، بعدين أخذت سعر كويس. حسيت حالي بسوء الحال يا رجل. بكرة بتتعلم تبطل الحساسية. عن جد؟ مو بإيدك. في شيء منحبه ما منحسن نحافظ عليه. مثل شو يا أبو جريج بما أنك صاير خبير بالحياة؟ الحساسية، الأحلام الحلوة، الكرامة. حلو، لكن خلينا نبلش بروفا. أبو البيس تحضر معنا آخر بروفا. أخ ليش آخر بروفا؟ رح تنتقل لبروفات على بيتنا. أهلا ماما. شو وينها سمية؟ طلعت هي ورفقاتها وبسيارة أبوك كمان؟ يا حبيبي حاسس لك اليوم كلياتنا عم نتصلبط على أبي وهو رضيان وعم يضحك ويلعب. قلتك
عم منال، ابننا متخرج مهندس بده يسافر على السعودية. اهلا وسهلا فيكم. المهم هن يتفقوا. الو، حضري لي فنجان قهوة، جاي لعندكم، اشتقت لك كثير. شو انت مجنون تجي لعندنا؟ ولك مجنون اذا ما بيجي لعندكم وبقول لأمك اني بحبك وبموت عليك وبدي اخطبك. ربيع هلا انا ضيوف، بس يروحوا بقى بحكي معك، اوكي؟ طيب مثل ما بدك. يلا باي. وين حماتي؟ مرحبا حماتي. ليش عندك بنت تاني؟ عفوا، ليش حضرتكم مو قريبينه؟ ما بتعرفوا انه ما عندهم غير منال؟ مين حضرتكم؟ نحن جايين نخطب هالبنت. شو تخطبوها ما تخطبوها؟ انت بتقبلي تخطبي لابنك بنت على علاقة مع واحد إلى 6 سنين؟ انت مالك اي علاقة وما لك حق تتدخل بيناتنا، فهمت ولا لا؟ بعدين مين سمح لك تفوت على بيتنا؟ ولك انت مين سمح لك تتدخلي؟ مين سمح لك تبتي بالموضوع؟ شو الشغله شو ربا؟ اسمعوا لكم، هاي البنت خطيبتي واللي بيقرب منها ما يلوم غير حاله. هيا بحذركم، انت حسابك بعدين. خلص بقى تركيني بحالي، كل يوم والتاني جايبتي لي على الشكل، انا بحبه فهميه بقى. هذا اذا اخذك ومزتك مثل الكلبه بعدين. شاردي، شاردي بالحب يا ريت. الو مرحبا، ممكن احكي مع المدام لو سمحتي؟ قولي لها سمير. مرحبا يا حبي، اشتقت لك. لا بس حبيت ذكرك يعني انه مشان موعدنا اليوم. لك لا، كيف يعني ما فيكي؟ طيب امتى يعني؟ طيب خلص خلص حبيبتي، خلص خلص، انا بحكي معك بكره. اوكي حبيبي، اوكي يلا باي باي. خير ربيع، شو عم بصير معك؟ ولا شيء. انت صاير معك شيء؟ ولا رح يصير معي شيء، اصلا رح تؤمن مللي. اليوم رحت انا ورفقاتي على الكافيتيريا
عم شفت الناس رايحة وجاية وعم تحب وبتعشق. بصراحة حسدتهم، يمكن ما معهم غير حق فنجان القهوة اللي عم يشربوا. لا تحسدي حدا ولا تصدقي هالحكي، ما في حدا بيحب حدا. انت عم تحكي هالحكي؟ لك انت اذا فيك شي حلو هو انك عم بتحبه وتخلص. لاني بتعذب، كل شي بيعذبني، بس توصل اللقمة للتم بتروح وكأن شيئا لم يكن. نيالك عم تتعذب، على القليلة في شي بحياتك عم بصير. صباح الخير. شو هاد؟ شو المناسبة يعني عازمة حدا؟ يعني عن جد مكترة أكل يعني مو بالعادة، يعني في حدا ولا عم بمزح معك؟ فكرتك نسيت. وش مو كمان؟ ما بحق لنا ولا ختيرنا؟ أحياناً بحس حالي ختيرت، وعندي اللي بشوفك بخجل من حالي. معقول هالحكي يقوله أسامة؟ ما بعرف شو بدي أقولك، يعني مشروع ترميم دمشق القديم يهدني، ماني عارفان شو بدي أعمل. إذا متعبك كتير هالمشروع ليش ما بتفكر تشتغل بالتصاميم؟ على أساس بدي أشتغل بالتصاميم، بس ما حدا بده يصمم. تتذكري؟ ما بدي أتذكر، بدي أحلم بالمستقبل. شو خاطر على بالك؟ بيت كبير وانت عم تشتغل بتصاميم معمارية كتير حلوة. بس البيت الكبير ما كان من أحلامك. ما بحق لنا نحلم بآخر هالعمر؟ آخر العمر؟ يا لطيف شو بخاف من هالكلمة. أول موسيقى سمعناها سوا بتعرفي لي زمان كتير ما سمعتها. يوم كل النهار قاعدة عم بتذكر تفاصيلنا القديمة، شوارع الشام، غرفتنا القديمة، باب توما والمخيم. Thank you.
يعني الرجال ما لازم يتدلل كتير. اسأليني أنا، أنت كتير بتدللي لفارس. خلاص بطلت دلله. وإمتى رح تستلموا البيت؟ اليوم الساعة 3. وجهزتوا المصاري؟ بعتقد إنه اليوم فارس بيكملهم. خير ماما؟ ما في شيء، ما في شيء. ألف مبروك. الله يبارك فيكي. ليش وعلي؟ من كل يوم بدك 250 زر. ايه شوف 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 احسب لي اياهم. طيب يلا حاضر يا معلمي. علينا ابو عبد وجيت بوقتك هلا قديه كنت عم بفكر فيك. اخي انا هاي شغله الموزع ما عجبتني بشيل بضلعه بس بدك تراعيني. قديش فيك تشيل؟ كلها. العمى بقلبك لك عزو، البضاعه حقها شغله 25 مليون. شو؟ ناوي تفرض مصاريك بالسوق؟ اخي بدفع لك 4 ملايين ولا هي جمعيه. عمي ما عندي وقت. طيب طيب. بشيل 5 ملايين بدفع لك 3 هلا وبعد شهرين بعد اسبوعين حالف يمين ما بيع غير كاش وب 4 ملايين بس لك بشيلك يلا مو مشكله موافق حضر مصاريك معناتها المسا وين جيب لك ياهو بكره الصبح بكره الصبح جيبهم الساعه 9 بمرق عندك باخذهم ماشي طيب والسعر خلص لك سكره بس بدي اياها كبير شوي ها لعيونك لك عزو لعيونك العمى عم نشتري منه ب 4 ملايين وما انه طايق يطلع بخلقتي مرحبا خالي ربيع هون؟ لا والله يا عيني ماله هون خالي عاوزته ضروري بتعرفي لي وينه؟ بشغله ولا مفكرتيه عم بيصيح شكرا يا حنان هذا اللي كان ناقصنا فلتانات يدقوا بابنا ماما منال مو فلتانة حرام عليكي تظلميها وحدة عم تلحق واحد من هون لهون شو بتسميها؟ عشقانة عسى إذا إجوا أهلي على المدرسة رح يبطلوني بوعدك بطل شاغب وعد؟ وعد وحياة لا تحلفي براس حدا تعرفيني أكتر شي بكره الكذب وإذا كذبتي رح أتصل مع أهلك يلا تفضلي على صفك حاضر أهلين شاطرة بس مشاغبة تفضل والله أنا خجلانة من نضال نضال بتحبك أكتر وحدة بيناتنا إيه طالبتي عن إذنك كلك ذوق الله معك فارس مر لعندي على المدرسة. إيه ماما تدبروا الحمد لله. يلا بسرعة. ناش مليون. صحيح ما قلت لي. أنت ليش ما بتحول من حسابكم برا أو عن طريق أبوك؟ أبي ما له علاقة. لا تفضحنا. علم. 12 مليون 700 ألف بتتحول على بنك تركيا. هاي رقم الحساب. امتى الاستلام؟ خلي بعد ساعتين جماعتك تصلوا على هذا الرقم بكون كل شيء جاهز يلا السلام عليكم لك ابو عبدو انت ما بدك ترجع الخيط بدي ارجع حواليك شيء اللي شو لازمك بدعتي بدعتي السلام عليكم سلام علي 1000 دولار واحد
51-25. وانا هيك قلت له. وين الزبون؟ ليكو برا. برا؟ الله لا يعطيك العافية. خد مسك مسك. قل له نحن ما بشغل شغل. يلا بسرعة. مشي. لا مش وجحش. كنت اسألك الأستاذ ربيع بالمحل شي؟ لا مو بالمحل. طيب بتعرف وين بلاقي؟ كأني لمحت سيارته واقفة قدام جامع الأموي. طيب شكرا. يعني شو مامو زين بدك شي؟ بعدين مش على. شو صار طلب السلفة؟ ما عدم الموافقة. طيب دخل احكي معه. انا ما بترجع حدا. خير حجي. فيصل؟ نعم. هلا هاي المسطرة اللي طلعت معكم؟ ايش بها؟ في خلاف بينها وبين المسطرة اللي جبت لك اياها. شوي حجي، شيء كثير بسيط. يا هيثم، أنا قلت لك بدي القماش مطابق 100% للأصل. 100%؟ شو اللي بمنع؟ لك أخي أنتوا أهل حلب، أنتوا اللي اخترعتوا النسيج. طيب أمرك حجي. هي أنا قاعد لك هون، قاعد بحلب، مو قاعد بحلب، قاعد بالمعمل لبين ما يخلص القماش ويتحمل وينزل على الشام وينزل على السوق كمان. بس يا حجي بضاعة بدها 4 أيام لتنزل على السوق. إيش عليه؟ 4 أيام؟ إيه، قاعد لك هون. طيب حجي. ألو، فندق شهب الشام؟ إذا بتريد احجز لنا غرفتين باسم حج عبد الغفور منصوري. لا لا، الحساب علينا. اي نعم، شركة الهيثم. طيب يعطيك العافية. حجي حجزت لك في فندق شهب الشام. روح ارتاح انت وغسان ونحن ان شاء الله المساء ناطرينك. خير ان شاء الله. خير. شو جابك؟ ما تركت محل وما دورت عليك فيه، صار لي 4 ساعات واقفة هون. شلون يعني ما تركتي ولا محل؟ رحت على بيتكم وعلى المحل واجيت لهون. فيك تقول ما بدك تشوفني؟ وحياتك بروح وما عاد تشوفني مرة تانية. شوفي منال، فكري منيح، فكري منيح ودرسي كل أمورك. بدك يعني لاعب أساسي ولا احتياط؟ فكرت وحيد وأساسي. عن جد ما بتشتهي يكون عندك ولد؟ شايف هالجسر؟ إذا تنفذ مثل ما هو مصمم ومشغول بيطلع سوبر، بس بكرة بيلعبوا بالمواصفات وبيطلع شيء تاني. طيب انتي ليش عم تهربي من سؤالي؟ من سؤال كل العالم. بسلم المشروع وبرجع لك. ما قلت لي شو بدك فيهم؟ بدي اتجوز عليكي. أمرك ابن عمي. قديش هدول؟ ما بعرف، أنت اشتريت لي اياهم. مزبوط.
760 غرام نصرفي. قد ما كل رجال العالم حبوا انا بحبك اكثر. متخيل نجتمع ببيت واحد في حمام مستقل؟ ما قدرتي تنسي غرفه عمار بلمه؟ احلى غرفه، اشتقت لكل مكان النا ذكرى فيه. تعرف حابه الف مقطوعه اسمها بيتنا. على سيره بيتنا خلينا نفكر بالفرش. شو هدول؟ أرجوك حبيبي لا تتحسس، هدول من بابا، خدهم اتركهم معك. خلاص خلاص ما رح تحسس. آخ مشتاق لبيتنا. احكي لي ماما شبه؟ ما في شيء نحكي. شيء خاص؟ لا بس عم فكر لإمتى بدي ابقى موظف. ايه راتبي ما عم بكفيني لربع الشهر. حميد ربك يا ابني، في ناس ما عم تلاقي اللقمة. ايه وفي ناس بتصرف 500,000 ليرة بالشهر. وغزل اسفة عم بتدخل بخصوصياتك. الو اهلين سليمة. ايه عندي هون. الو اهلين سليمه. بتأمري امر؟ الولد مو طبيعي، مالو غيرك صديق، ما بنعرف شو صاير له. انا قلت لكم احمد عم بمر بازمه، اتركوا لحاله بيطلع منه. الله يرضى عليك بسمه، لا تتركوا. طيب طيب خلص ولا يهمك، خلص انتوا اتركوه. مع السلامه. مع السلامه. فعلاً أحمد متغير، صاير انطوائي. هيك بدون إيانا. لا بس مزودة. بدون إيانا ما نجتمع مشان ما نتحاور. أنت كل شي بتقلبه سياسة. كل شي سياسة بس وضع أحمد مختلف. الحمد لله على السلامة يا أبو رامي. الله يسلمك. طمني الأمور تمام؟ لا كل شيء تمام ومعي مرافقة. أهلا منا أبو رامي. خلص بكرة بنحكي. الأمور كلها تمام. تمام. أهلين أبو مازن. أي سيدي هدول كلهم سعر واحد 160. طاعينا لأنه عم ناخذ أرخص، عم صحنا أرخص. يا حبيبي هاي بضاعة تايوانية مو وطنية. بدي شيء يوفي معي أنا، يعني أنا بدي أربح. لوين؟ ولك شو بدك هلا لسه قاعد على شوية كلف وسحابات وزرار وما بعرف شو. مشي 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 لشوف إنك تصير تاجر ولا لا. لك اتركني شوي يا ابني. نعم معلم. دير بالك. يلا يلا يلا. أهلين وسهلين. دير بالك على عدنان يا عزو. بعيوني بعيوني. فضحتني الله يفضحك يا عزو. كم شيء حبيبي. خير ما تفتح تمك ولا كلمه، شغله كثير ضروريه. ديبو عمل لك كاستين شاي. حاضر معلم. ولا الا خليهم بري. اللي عدنان شو رايك بالذهب؟ ممتاز. وشلون سوقه؟ طاير مثل الصاروخ. طيب شو رايك اذا بعتك منه كونتينر؟ شو كونتينر؟ حل عني يا
عم يدوروا السوق كله على توب منه ما عم يلاقوا. بعدين انت من الله هلا انت اسمعني فهمني وبعدين قل لي اذا ماني صديق صدوق ولا عم بسحى. قل لي قديش بدك منه؟ 10 تواب بكفي. الله يعطيك العافيه. ايه قول ايه. هلا هي تجاره. اسمعني عدنان اسمعني اسمعني وفهمني منيح. اذا فهمتني منيح راح اطير فوق فوق. وهي احلى ابريق شايله لمعلم عدنان. يسلموا ديبو. يسلموا. يلا نصرف. حاضر. ايه اللي ما بدها تفكير. اللي ماني صديق صدوق. من هالناحية انا بعرفك بس انا ما معي مصاري احقق كل البضاعة. قديش معك روحي؟ اذا جمعت كل اللي معي وتدينت فوقهم يا دوب يوصلوا المليون. بسيطة. بيعك مليون وبكتب الباقي سندات. جامع السندات. هذا اذا وافق شريكي كمان. اخي ما بدي بضاعة. خلص نزلوا لي هالعشر تواب وما بدي هالعلقة معك. كيفك اخي كيفك. فكر على مهلك ومعك ساعتين بس. سيدي ما بدي فكر. ما شو هالصرعة هاي؟ بسيطة. شو عليه؟ رماني بسهم فما اصابني. هاي لمين عزو؟ لعدنان. ونحن اصدقاء كمان. بعرف بس عدنان في اكتر واحد. الو اهلين ابو صياع. اهلين. على راسي يا طيب. ايه باذن الله بكره الصبح. لا لا بكره الصبح ان شاء الله تطلع البضاعه من المعمل. لكن شو دخلك اي معمل؟ خلاص ما دخلك بالمعمل انت. ميتو على راسي هالمره. الضرب على الثقيل ولا يهمك. مع السلامه حبيبي. مع السلامه. بكره التسليم ابو ياسين. وين؟ عندك هون بالدكان. عمى والله يا عرض عرض. البضاعة ما بيوقع بأرضها وبتمشي مثل سيخ النار. بس هذا من له كل هالبضايع. معقول يغشني؟ ما بستلم حتى افحص البضاعة توب توب وتأكد منها. معلوم مبين عم يحكي على العريض. هاي البضاعة للحجة. لك شبه خايف عدنان. ساتن خوفي هو اللي خلاني باخر السوق. مرحبا أبو موسى. أهلين. أهلين يا سيرين. صار زمان. خيرك يا رب. تفضل. خير. بدي بيعه. تكرار 9500. ايه طيب ماشي. السلامة. ما قال لك وين راح؟ من امتى معلمي بيقول لي وين بدي اروح؟ ولا اتصل؟ ولا حتى اتصل. منال. اجت لهون وبعدين راحت على المحل. نعم. يعني بابا وماما ما فتحوا لك سيرة؟ يا ستي عم بستنى حدا من بيناتهم يحكي شي كلمة. والله وصايرين اهلي يحسبوا لك حساب يا ربيع. لك ومشتهي حدا يحكي له شي كلمة لحتى افلت فلته الى اول ما لاخر. الله معك. مع السلامة. تعال شوف يا ولد. نعم علي. روح شوف لي عزو اذا اجا خليه يجي لعندي. حاضر معلم. سيد عزو بيقول لك معلمي يروح لعنده. هو هيك قال لك؟ قال لي خليه يجي لعندي. اصبح سبقني وخليه يحضر لي بريق المانجا. يا حراسي معلمي سأل عنك اكثر من 5 مرات. وليش ما قلت لي ولا ما لحقت؟ الو ان شاء الله عمركم ما تردوا. لك قلنا لك من قبل قهوه. بعدين بعدين. شو لك عدنان جاي تقليلي لعندك؟
لك على راسي ابو العز. اخي بدنا نثبت الطلبيه، بس بدك تعطيني وعد انك تقسط لي اياه على سنه 12 شهر. لك شو عم تحكي انت؟ شهر واحد وشركاتي مو موافقين. اخي بلا لك الدخل كله. ليش؟ اخي عدم مؤاخذه هي شغل التجار كبار. وانا شو يعني؟ تاجر بس مو كبير. يعني خليهم عم يتحننوا عليك الحاج عبد الغفور والحاج فتحي بالستوك اللي عنده. اخي قديش معي مهله؟ شهر. بلا اقول لك روح على سوق حرس تدبر لك قرشين. لك هدول مليونين يا عزو. ويا حبيبي هاي بضاعه ناطقه يعني مبيوعه بارضها وطايره مثل سيخ النار حبيبي. طيب بس بدك تعطيني 3 شهور. اخي ما بتخجل، شهرين ومشانك رح نقرا فاتحه مره تاني. بس ما بتقول لحد عن سعر اللي بعتك فيها. اقرا الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. اهلين. شو ما اجا ابوكي؟ لهلا ما اجا. لساته بحلال؟ صار له اسبوع على هالحاله. لا حول ولا قوه الا بالله. ابوكي رجال كبير وتعيب، شو كان بده بهالقصه؟ يبعتني الي والله بخدمه بعيوني. ربيع، بابا ما بده حدا يساعده وخاصه انت. اوف، شو عم يخترع زره يعني؟ ما بعرف. ممتاز. ناي حقكم تتحمسوا من عيد. ولك اهلين غزول، لك كيفه؟ ليش ما بدقيقه؟ زعلانه؟ ايه معقوله؟ لا لازم شوفك، والله اشتقت لك، اشتقت لك كثير. طيب طيب بكره الساعة 4 بنفس البيت، لا تتأخري. باي حبيبي، الله معك. باي. شو اللي صاير؟ لك أنت فضحت أسرارنا، أنت مين علمك التجارة؟ لكن عزو هذا الشرشوح يجي لعندي ويطلب اني شاركه؟ لك شلون بتقول لعزو؟ عزو؟ عزو هذا اللي انا ما بشتريه بفرنك؟ الو مرحبا ست ام ربيع، لو سمحتي فيق لي الحجه. الله لا يعطيك عافيه على الخبريه. ومين اللي منزل البضاعه؟ انا ناطرك الساعه 10. ثم لازم تعرف اذا نحن موجودين ما في حدا بيحسن يهز شعره من راسه. إلا عن أبوك لأبو الشواك تاجر، بلا فكر حالك سالم أنت، بلا أنا اللي عملتك قمت، بلا أنا مثل ما سويتك تاجر، بحطك بين الرجلين وبدوش عليك. اسمع لإلا، بتقول له للحاج عبد الغفور إذا بهدلني مرة ثانية قدام السوق راح دب بخوانيقه.
وضع أحمد مو عاجبني وخايفة عليك. على أحمد معك حق، بس أنا شو صاير لي؟ ضحكوا علي وعطوا الإعلان لوحدة تانية والعقد ما اعترفوا عليه. استناك دائما استني. ليش شو في عندك شغل غيري؟ أمرك.